وفاة ابنة محامي مبارك وسط غيابه عن الجنازة. وفاة ابنة محامي فريد الديب بسبب إصابته بفيروس كورونا. تشيع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. بحضور جمال مبارك ونجل علاء تشيع جنازة ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة. رئيس جامعة القاهرة ينعي ابنة فريد الديب. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو متعاطب مع فريد الديب ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع فريد الديب. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وفاة ابنة محامي مبارك وسط غيابها عن الجنازة. أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة إيمان الديب ابنة المحامي فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد إصابتها بفيروس كورونا. وكانت تعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وفاتها المنية اليوم. ومن المقرر تشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة مع غياب والدها. وفاة ابنة المحامي فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا. توفيت الدكتورة إيمان فريد الديب أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ابنة فريد الديب المحامي المعروف إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكانت تعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وافتها المنية اليوم. ومن المقرر تشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخيرة بمقابر العائلة. تشيع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. قررت أسرة الدكتور إيمان فريد الديب أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ابنة المحامي المعروف فريد الديب تشيع جثمانها إلى مثواها الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكانت تعرضت الدكتورة إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وافتها المنية اليوم. بحضور جمال مبارك ونجل علاء تشيع جنازة ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة. شيعت عصر الأربعاء جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة كريمة المحامي فريد الديب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي وافتها المنية اليوم. وحضر تشيع الجنازة جمال مبارك وعمر نجل علاء مبارك والإعلامي أحمد موسى والكابتن زكريا ناصف وعدد من أقارب وأصدقاء الدكتورة إيمان فريد الديب. حقيقة إصابة ماجد الكدواني بمرض جلدي. انتشرت صور للفنان ماجد الكدواني مؤخرا وتبدو أنه مصاب بمرض جلدي، وهذا ما نفاه ابنه يوسف في تصريحات لليوم السابع قائلا والدي بخير وليعاني من أي أمراض. والصورة المنتشرة قديمة من فيلم تراب الماس. وأضاف يوسف الكدواني في حساب مزيف ينتحل صفة والدي، ونشر عددا من الصور من كواليس فيلم تراب الماس باعتبارها حديثة وهذا ليس صحيحا. وقال الفنان ماجد الكدواني مؤخرا إن سبب نجاح شخصيته في مسلسل اختيار اثنين يعود اولا الى بركة ربنا، والثاني ان هناك العديد من الاشخاص وابطال مسلسل الاختيار اثنين مثل الفنان كريم عبد العزيز وهاني سرحان ومخرج العمل بيتر ميمي. واضاف الى انهم نقلوا العديد من خبراتهم والتي عمل عليها حتى خرجت الشخصية بهذا الشكل، مشيرا الى وجود كيمياء بينه وبين الفنان احمد مكي وكذلك الفنان كريم عبد العزيز، وهذا الامر هو توفيق من عند الله عز وجل، مضيفا انه لم يلتقي بالشخصية الحقيقية التي جسدها في العمل. وتابع الكدواني خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية والذي يقدمه الاعلامي يوسف الحسيني ان مهنة التمثيل مهنة مقدسة وتقوم على امرين اساسيين هما المصداقية، والامر الثاني هو فكرة الاختيار، فهي من اهم الامور التي يجب ان يراعيها الممثل، مضيفا الى ان الممثل سيسأل امام الله عما قدمه للجمهور. والرسالة التي اراد توصيلها مسلسل الاختيار اثنين تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز واحمد مكي واياد نصار وبشرى وانجل مقدم واسماء ابو اليزيد وهادي الجيار واحمد حلاوه واحمد شاكر عبد اللطيف ومحمد علاء واسلام جمال واحمد سعيد عبد الغني وسلوى عثمان وعلي الطيب وطارق صبري وعمر الشناوي وعدد من الفنانين الشباب. رساله عاجله من هاني الناظر لماجد الكدواني، ارجوك اتصل بي لفحصك.
كتب الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة هامة للفنان ماجد الكدواني. وجاء في نص الرسالة: بالنسبة لحالة الفنان ماجد الكدواني الجلدية والتي قام بنشرها، لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين أرسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه، أرجو أن يخبره الاتصال بي وأنا إن شاء الله أشوفه وعمل الواجب بين عيني حاضر. وكان الفنان ماجد الكدواني قد نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة له وهو مصاب بمطفح جلدي على الجبين والوجه، معلقا عليها بقوله: حاجة بسيطة، ادعوا لي بالشفاء. يذكر أن الفنان ماجد الكدواني قد شارك في مسلسل اختيار اثنين في الموسم الرمضاني. بعد جدل صور مرض ماجد الكدواني هل يمتلك حسابا على السوشيال ميديا؟ حالة من الجدل أثرت صورة متداولة عبر إحدى صفحات السوشيال ميديا التي تنتحل صفة الفنان ماجد الكدواني بعدما زعمت مرض ماجد الكدواني عن طريق نشر بعض الصور القديمة له. وأكد يوسف الكدواني نجل الفنان الشهير خلال حديث للوطن أن هناك حسابا إلكترونيا عبر موقع تويتر ينتحل صفة والده ونشر صورة قديمة من كواليس فيلم تراب الماس باعتبارها إصابة حديثة، مؤكدا أن ماجد الكدواني بصحة جيدة وليعاني من أي أزمات صحية أو أمراض جلدية. وكان ماجد الكدواني قد حسم أمر امتلاكه حسابات شخصية على السوشيال ميديا من عدمه من خلال مقطع فيديو عبر صفحة نجله يوسف الرسمية على فيسبوك، معلقا خلالها: مساء الخير عليكم جميعا، النهاردة 28 من أكتوبر سنة 2019، أنا بس حابب أبلغ كل الناس أنا لا أملك أي حسابات رسمية على السوشيال ميديا، لا الفيسبوك ولا إنستغرام، وإذا كان في أي حسابات رسمية باسمي أرجوكم أنكم تخرجوا منها، لأن ده يعتبر انتحال شخصيتي. واستطرد الكدواني حديثه: وأنا ما اسمحش ولا أقبل بأي شكل من الأشكال أنه حد يخدعكم باسمي بحكم كلكم ماجد الكدواني. وجدير بالذكر أن الفنان ماجد الكدواني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما انتشرت صورة له وتبدو وكأنها إصابة، ما دفع الدكتور هاني الناظر لإعلانه علاج الكدواني في أقرب وقت. والآن أعزائي المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب وفاة ابنة فريد الديب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.